نناقش القايمه. هنروح لزميلنا شريف شعبان ومعاه لقاء مع الكابتن سامي قمصان. اتفضل يا شريف. من جديد بجد التحية كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدينا بعد طبعا انتهاء المباراه الوديه معي الكابتن سامي قمصان. بقول لك يا كابتن سامي اهلا بيك وتحدي كابتن ايمن وضيوفه. النهارده مباراه وديه لحد ما يعني قدرتوا تنفذوا فيها بعض المطلوب من بعض اللاعبين الكبار اللي ياخدوا نسب في الوقت كبيره وبعض الناشئين. طبعا تحياتي طبعا لكابتن ايمن وكابتن شريف وكابتن عادل وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال. زي ما انت قلت طبعا كان مهم جدا ان احنا في لعيبه طبعا بقى لها فتره كبيره ما بتشاركش، مهم جدا ان انت تديهم دقائق كتيره عشان طبعا يبقى في اجهزيه وتيجي طبعا انت عارف يبقى في استمراريه في الاداء ويبقى في منافسه كويسه بين اللعيبه. فهو ده اللي كان الراجل مركز عليه، يعني كان اللعيبه الكبار الموجودين النهارده كان الراجل مصمم ان هم يلعبوا 90 دقيقه، يمكن وحيد بس هو اللي شارك 45 دقيقه لان كان عنده تاثير من التطعيم يعني الاخير فكان تعبان شويه، فالراجل فضل اللي هو يغير. لكن رامي الحمد لله لعب 90 دقيقه، هاني لعب 90 دقيقه، حسام لعب 90 دقيقه، فكان مهم جدا برده ان انت تدي للعيبه دي دقايق وفي نفس الوقت طبعا فرصه برده ان انت تشوف اللعيبه الصغيره اللي عندك يشاركوا، تقدر تديهم برده ثقه وفرصه في اللعب، برده تجهيز اللعيبه اللي هي بقى لها فتره كبيره. محمد محمود برده كان مهم جدا ان يشارك واعتقد لو ادى اداء مميز جدا، فاعتقد الحمد لله تجربه مفيده بالنسبه لنا يعني في كل النواحي، يعني بغض النظر عن النتيجه والاهداف، لكن برده مهم جدا ان انت اللعيبه يبقى في حساسيه مباريات حتى لو مباريات وديه، لكن مهمه جدا يعني تساعدنا وتساعد اللعيبه ديت اللي هم يخشوا جوه الفرقه. يعني بقول لك يا كابتن سامي النهارده بعيد طبعا على الاسماء الكبيره اللي لعبت النهارده، ولكن الناشئين النهارده اللي لعبوا وظهروا بشكل مميز جدا، وده بيدل لا ان عندنا قطاع ناشئين على اعلى مستوى. طبعا ودايما النادي الاهلي طبعا معروف طبعا عنده قطاع مهم جدا، لكن بتبقى بتلاقي صعوبه طبعا في اللي انت طبعا تدي اللعيب يعني بيبقى ياخد فرصه خصوصا لما بيبقى عندك نجوم كبيره يعني. لكن اعتقد برضو ان النهارده اللي النهارده بتلاقي برضو كوكا النهارده ما شاء الله يعني لانه بقى له فتره كبيره معانا بياخد قوه معانا بينافس مع اللعيبه الكبيره فبيبقى في ثقه شويه يعني مع اللعيبه طبعا اللي طالعه بقى الصاعده الواعده. يعني في لعيبه كتيره ما شاء الله يعني النهارده مغربي ادى اداء مميز جدا النهارده، زياد الشوط الاولاني ادى اداء مميز جدا، فخري والناس اللي نزلت صالح واحمد اشرف وحمدي اعتقد ان هم واحمد سيد غريب برضه نفس القصه يعني، فتجربه كويسه مفيده بياخدوا ثقه فيها، بيبقى عندهم برضه طموح للناس اللي يقدر ينافس اللعيبه اللي موجوده ويقدر الناس تشوفه وتحكم عليه، فاعتقد الحمد لله تجربه الحمد لله مفيده يعني. اللعيبه الكبار اللي لعبوا النهارده زي محمود وحيد اللي ظهر بشكل ولا اروع ولا اجمل، كريم فؤاد، محمد محمود ما شاء الله نمسك الخشب حاجه محترمه جدا، حسام حسن يعني لا عمار عبد القادر سوري عبد القادر لا كل ظهر بشكل كويس يعني وطمن الجماهير. طبعا ودي حاجه مهمه جدا من الحاجات برضو اللي احنا كنا عاوزين الراجل ياكد عليها ويؤكد عليها، ان مهم جدا ان انت عاوز كل لعيبه تكون جاهزه. انت عارف مباريات عندنا كميه مباريات غير طبيعيه، اوقات كتيره بيبقى في ضغط مباريات، فمهم جدا يكون اللعيبه تكون كلها جاهزه، مش بس جاهزه كبديل لا جاهزه اللي انت تقدر تبقى من تلعب 90 دقيقه كامله. واعتقد الحمد لله ان النهارده مردود اللعيبه ده كان كويس جدا من الناحيه البدنيه طبعا، يعني اللي هو يقدروا يلعبوا 90 دقيقه. اعتقد الفتره الجايه برضه هيبقى عندنا تجارب زي ديت تساعدنا طبعا وتساعد اللعيبه دي اللي هي يبقى عندها فيتنس المباريات، فاعتقد الحمد لله يعني اعتقد تجربه كويسه الحمد لله. حتى برنامج بكره في اجازه ولا حاجه ولا لسه ما اتحطش برنامج؟ لا عندنا بكره تمرين الصبح يعني وبعد كده ان شاء الله واخدين اجازه وبعدين ان شاء الله نرجع بقى تاني نستعد لماتش افريقيا ان شاء الله والسفر ان شاء الله. اتفرجت على الفريق ولا لسه ما اتفرجتش على الفريق الافريقي؟ يعني بدأنا نتفرج عليه طبعا ان شاء الله عندنا وقت كافي يعني نتفرج عليه اكتر. وانت عارف احنا خطيره يا كابتن ولا طبعا فرقه طبعا اي فرقه طبعا بتلعب في دوري الابطال اكيد فرقه بطله يعني، فمهم جدا ان انت تحترمها طبعا. انت عارف العقل الوحيد مش عارف انت كنت معانا في النايرو ولا عارف الملعب طبيعه الملعب مش احسن حاجه يعني، لكن مهم جدا ان انت برضو تحسم في المباراه الاولانيه عشان تدي لك اريحيه في المباراه الثانيه. بطوله جديده وتحدي جديد انت بطلها المره الثانيه ان شاء الله، تحقق المره الثالثه وتكون انت اول فريق افريقي كالعاده ان شاء الله يحقق الثلاثيه ديت يعني ورا بعض ان شاء الله. ده اللي بنامله يعني وده اللي بنوعد ان شاء الله بيه الجماهير ان احنا ان شاء الله نعوضكم على الاخفاق اللي فات دوت بالبطوله دي ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا شكرا, شكرا. كابتن ايمن ده كان لقانا مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، عودة لك من جديد اتفضل. شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان.